بسم الله الرحمن الرحيم، ومرة أخرى مشاهدين قناة MTC سما الخليج، ويتجدد اللقاء التلفزيوني من إمارة أبو ظبي وتحديدا من محمصة سبايز. ومعنا الآن رجل الأعمال المستثمر السوري الأستاذ فراس القضماني، صاحب ومدير عام هذه المحمصة. بالبداية مساء الخير. يا هلا ومرحبا. مساء النور. الله يسلمك. بالبداية أستاذ فراس، يعني لو أردنا نعرف السادة المشاهدين، وكما جرت العادي في هذا البرنامج برنامج كفاءات الإمارات وكلنا زايد، أن نعرف المشاهدين بحضرتكم، يعني البطاقة الشخصية، من هو فراس؟ أنا اسمي فراس القضماني. بشتغل بمجال المحمصة والتوابل بشكل خاص. ونحن فاتحين هون بدولة الإمارات، تحديدا بإمارة أبو ظبي، من فترة 5 سنين أو 6 سنين. يعني اختصاصنا هو كل شيء بيتعلق بالمواد الغذائية، ولكن تحديدا بالبهارات. يعني نتكلم شوي، يعني قبل دخولنا للخدمات اللي بتخدموها، يعني كانت أبا عن جد في هذا المجال أيام، يعني نتكلم، أنت حضرتك مواليد سورية مش هيك؟ في نتكلم مع هيك عن دراستك كحلقة توثيقية إن شاء الله. هلا أنا معي بكالوريوس تجارة إن شاء الله، محاسبة. لكن أنا بعد ما تخرجت من الجامعة فورا التفتت لهالموضوع هذا الاختصاص بسوريا يعني. نعم. هلا هي الشغله، او من مثل ما نحن بنقول بالعاميه، يعني هالمصلحه هي مصلحه الوالد. ايوه ربنا عن جد. ايوه هو والد الوالد يعني ما شاء الله. فشغلنا بسوريا تحديدا بدمشق يعني تقريبا من فيك تقول 1890 ميلادي ما شاء الله، والحمد لله مستمرين لهلا يعني. بالتوفيق ان شاء الله. استاذ فراس، يعني نتكلم شوي عن الخدمات اللي بتقدمونها، ونتكلم يعني هل هناك فرع ثاني داخل اماره ابو ظبي او كافه الامارات؟ والله لا، حاليا لا، هو في هذا الفرع الوحيد يعني لمحمصة سبايسز. بالنسبة للخدمات نحن بنقدم كل أنواع التوابل، يعني from A to Z، توابل عربية غربية، حتى التوابل الهندية، يعني جميع أنواع التوابل هي تحديدا يعني، بالإضافة للمواد الغذائية الثانية، المنتجات السورية اللي عم تجي من سوريا. بشكل عام يعني بنحاول نكون يعني شاملين بهالموضوع هذا من الألف إلى يعني، ولكن تحديدا هو بالخلطات والتوابل، وخصوصا مثلا الخلطات اللي تتعلق بالمطاعم. نعم. نتكلم يعني الخلطات والتوابل أو المنتجات الموجودة عندكم كلها محلية من الداخل تستوردوها أو من الخارج؟ هلا ما شاء الله دولة الإمارات مشهورة، يعني هي عبارة عن مركز تجارة عالمي، أبو ظبي ودبي، الإمارات بشكل عام يعني، فكل شيء متوفر هون. وبدي اقول لك عن موضوع الاستيراد، موضوع سهل جدا بالامارات. الجمرك كثير كثير مسهل، وفيك تستورد بشكل كثير كثير سهل يعني. فاغلبيه المواد الاوليه فينا نقول 90% إلى 95% هي من دوله الامارات محليه، ولكن في شغلات بتجي من برا، مثلا مثل من سوريا، من الاردن، يعني زيت الزيتون مشهورين في بلاد الشام، سوريا والاردن وفلسطين يعني. نتكلم عن الشيء اللي ميزك ايضا يعني في هذا المحل، يعني خلاك تكسب ثقه الناس يعني فيك، اكيد في لك سمعه اكتسبتها في اماره ابو ظبي. هلا نحن والله يعني انشهرنا اكثر شيء بالمصداقيه بالعمل. ومثل ما قلت لك، برجع بقول لك مره ثانيه بموضوع التوابل والبهارات، يعني نحن الموضوع توارثناه ابا عن جد مثل ما حضرتك تفضلت. فعندنا مصداقيه بهالامور، يعني لما مثلا حضرتك بتطلب خلطه لشيء معين تاخذها هي نفسها، يعني مستحيل تكون انه مواربة أو تكون مش صحيحة أو شيء يعني. توزيعكم بكافة القطاعات بتستهدفه، ولا في مجال المطاعم أو مجال معين؟ لا تقريبا كافة القطاعات يعني، ولكن خصوصا المطاعم. نعم. المطاعم، وتحديدا مثلا مطاعم الوجبات السريعة. تحديدا هناك الأسعار يعني دائما بجزء من محل لمحل بتكون بتذبذب يعني بين هون وهون، يعني الأسعار هي أكيد متناول. طبعا هلا شوف، السوق بدولة الإمارات يعتبر سوق مفتوح، مريح، مريح للتاجر. نعم. ومريح للمستهلك، سواء مستهلك أول ولا مستهلك ثاني ولا مستهلك أخير. فعندك منافسة، ما فيك في رينج معين للسعر أنت ما فيك تطلع عنه. صحيح. فمضطر تتقيد بي 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 بالرينج تبع الأسعار الموجود، فلذلك الأسعار دائما مدروسة. نعم. ودائما مقاربة للسوق، إذا ما كانت أقل شوي من أسعار السوق. نعم. استاذ فراس، يعني نتكلم شوي، يعني اكيد يعني انت رجل اعمال ناجح في رواد عملك في هذا القطاع، يعني اكيد هل هم من هناك رؤيه مستقبليه لحضرتك بعد 5 سنوات قادم ان شاء الله؟ ونحكي اكيد عن سر نجاحك في هذه الدوله، ما هو سر؟ هلا اكيد اول شيء انا بدي حابب اشيد يعني بالتسهيلات الموجوده بدوله الامارات وباماره ابو ظبي،
وبدي اقول لك انا جمله واحده، انه ممكن تستخرج رخصه تجاريه لتبدا اعمالك في ظرف 20 دقيقه، فهذا الشيء يمكن ما بيتوفر باي مكان ثاني بالعالم. يعني هاي رساله بجوز نوجهها كمان للمستثمرين الخارج اللي يريدوا الاستثمار داخل دوله الامارات، وانت اكيد عايش على الماضي والحاضر. اكيد نحن من 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 نشد على يد كل مستثمر نعم. عنده نيه انه يستثمر بدوله ثانيه انه يتفضل على دوله الامارات، لانه الامور يعني ما في ارقى من هيك ولا في اسهل من هيك. وبرجع بقول لك انه هالجمله انه ممكن تستخرج رخصه تجاريه وانت حضرتك قاعد بمكتبك اونلاين بمده 20 دقيقه وتبارش تباشر عملك بطريقه سلسه جدا. وبحب اتشكر المسؤولين على الموضوع، وبحب اتشكر شيوخنا الله يطول عمرهم. بحب انه تكون الامور باذن الله تعالى هيك مثل ما هي، وان شاء الله بنتمنى الاحسن للجميع. بتمنى الازدهار لدولة الامارات، وبتمنى طول العمر للشيوخ، وباذن الله تعالى دائما بالازدهار. امين يا رب، والحمد لله. والله يديم علينا كمان ايضا نعمة الامن والامان، يعني الحمد لله رب العالمين. طبعا بين قوسين يعني ما فيك تعمل اي نشاط تجاري اذا ما كنت مستقر ومرتاح نفسيا. مستقر ومرتاح نفسيا يعني انت عايش بجو من الامن والامان، وهذا الشيء ممكن انه دولة الامارات وفرت لنا تتميز فيه بمرتبة رقم واحد بالعالم كله. نعم. حسب تقدير الدارسين يعني، وحسب تقدير الشخصي كمان. فانت ما فيك تعمل اي بزنس او تعمل اي نشاط تجاري اذا ما كنت عايش بجو من الامان، وهذا الشيء طبعا بيتوفر بدولة الامارات. نعم. مع الشكر للقائمين على هالامور هي. يا سيدي الله يحفظهم يا رب، ويديم علينا الامن والامان في ظل صاحب القياده الشيخ خليفه بن زايد النهيان حفظ الله ورعاه ويعطيه طول العمر والصحه، واكيد ولي عهد الميمون الشيخ محمد بن زايد والشيخ محمد بن راشد وكافه حكام شيوخ دوله الامارات. واكيد يعني كمان لا ننسى ايضا خطوطنا الدفاع الاول يعني، والجيش والقوات المسلحه والاجهزه الامنيه اللي دائما فعليا سهروا الليل والنهار لحمايه امن واستقرار هذا الوطن. نرفع لهم التحيه يعني والقبعات عبر قناه سما الخليج. ورسالة إلى الوطن وقائد الوطن سيدي، ما هي؟ بدي أتشكر قائد الوطن، وبدي أتشكر الجميع القائمين على الجهود اللي انعملت بظل هالجائحة هي. نعم. لأنه بالفعل نحن اللي شفنا كوافدين أنه الجهود اللي انعملت والخدمات اللي تقدمت هي عبارة عن شغلات سبحان الله يعني مهولة ما صارت بأي دولة بالعالم. نعم. بنتشكرهم وبنتمنى لهم طولة العمر الشيخ خليفة والشيخ محمد الله يطول عمرهم وجميع الشيوخ. نتمنى دائما مثل ما قلت لك الازدهار ودوام الامن والامان بهالدوله. طبعا اكيد من يشكر الناس لا يشكر الله، ويعني اكيد شكر وتقدير اكيد هذه الدوله العظيمه اللي اكيد يعني واحنا بنتمنى لك التوفيق. انت استاذ فراس القطماني يعني صاحب ومدير عام سبايسز صح؟ سبايسز في اماره ابو ظبي. كل الشكر والتقدير، وكل عام وانتم بخير والوطن بخير وقائد الوطن بخير. شكرا جزيلا. ربي يخليك وشكرا لكم، يعطيكم العافيه. نشكرك على حسن استقبالك لنا لفريق برنامج كفاءات الامارات وكلنا زايد، ونشكرك على دعمك لهذا البرنامج ايضا. شكرا جزيلا. شرفتونا يا ميت، اهلا وسهلا فيكم. شكرا لكم، شكرا، يعطيكم العافيه.